لان غير اللي تزرع مغصد انه يعني القرار اللي المتخذ من حق الاخ رشيد بن ابراهيم هي القرار اللي ارتنت الناي والراعي مجموعه من الظروف مجموعه من الحوايج تنسن بعين الاعتبار لان السيد تواجد بالديال الفرنسيه بالتالي المده اللي حلت الدوره هذه زرين اللي حتغيب الى خارج الوطن ده الحدود الدوله المغربيه قن كله يعني ورس وتلا الامكانيه باش ديكشم بالتالي الى الحوايج هذني اللي سوري اوريغا ممكن اساسنت يبرر يوم الدوره يعني الا جواز السفر اللي سيغا ممكن اساس يبرر يعني ما بعد الدوره اي بعد الدخول نسحمست ديال المهجر لان حمست الجمارك حيت بيان طابع الجمارك يعني الدخول والخروج اذا هذا القرار هذا اللي متخذ وروسين المساله بعين الاعتبار وروسين كذلك القرارات من الدوله الظروف الصحيه اللي حتعيش البلاد وروسين بعين الاعتبار اذا ولكن نكني كلنا رشيد بن ابراهيم وان شاء الله سنلتجئ الى القضاء والقضاء هو من سيحسم في هذه النقطه هذه وتنشوفوا اليوم تنشوفوا انه الاخوان والاخوات اللي كاينين اليوم كلهم ديال الناس ديال دائره سعود وهذا مستشار ديال دائره سعود ومنتخب من طرف هذه الساكنه للمرافعه على القضايا ديالهم ولن حتى واحد ما غادي يسكت ولكن اكيد انه القضاء غياخذ يعني الحقيقه ديال هذا القرار ضد الاخ ديالنا بن ابراهيم اما احنا كمعارضه فمع التنميه ومع اي حاجه اللي هي ايجابيه بالنسبه للساكنه ديال المنطقه ولكن نطالب بحقوقنا الدستوريه كمعارضه وشكرا. السلام عليكم، انا اسمي ساكن مصطفى ممثل الدائره الثانيه هو رئيس المعامر. اليوم جينا تنضمنوا التضامن لا مشروط مع السيد المستشار دائره سعود لما يتعرض من محاولات الاقاله ومحاولات تعسفيه لاقالته من منصبه ونحن نؤكد اننا نقوم بدورنا فقط دور رغم اننا في المعارضه لكن نحس اننا في المعارضه دائما مع الاغلبيه في القرارات الصحيحه ولسنا ضد التنميه ودفع التنميه خصوصا في جامعه بن نفاع او الدواوير المجاوره نحن دائما مع التنميه وتحياتي لكم. السلام عليكم، العضو محسن الفصال الدائره 23 تضمن حكومتنا رشيد بن ابراهيم دائره سعود كل تضامن اشكو غير اللي سيوقع غاصه ديك التعسف من رئيس المجلس اشكو لا يعقل السيد اساس المبرر الغياب النص ورغم ذلك وفوق سعين الاعتبار لذلك كل تضامن وديما رشيد بن ابراهيم حكومتنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.